شوف سيمو، احنا كما تكلمنا على المره الاولى، مرحبا بمتابعين ديالنا عبر قناه شوف تي في مباشره من مدينه الجديده. الان عندنا واحد لقاء مع واحد الشاب اللي عنده واحد الطموح، شاب عنده افكار باغي يبلورها في الارض الواقع. كيقول انه عنده ثروه ماليه، عنده افكار، عنده فلوس، باغي هذه الفكره ديالو يخرج الحيز الوجود. كيقول لك انه كيلقى صعوبات، كيلقى مشاكل من بعض الناس. اللي غادي الان غادي ناخذوا معاه هذا الحوار هو سيمو البرق، سيمو برقادي، اللي غادي يتحدث لنا على نفسه. تفضل سيمو. السلام عليكم. نقدم راسي بعدا. السلام عليكم، نقدم لكم راسي، معكم سيمو البرقادي من مدينه الجديده، 30 سنه. واو سيدي، كما كتشوفوا بغيت نوصل الافكار ديالي والفكره ديالي للمغاربه كاملين، وبالضبط من مدينه الجديده، لانني لقيت صعوبات ومشاكل. لقيت واحد الناس كيحاربوني لانني باقي صغير ودرت ثروه كبيره، وبغيت نحارب الفقر، وبغيت نبدا بمدينه جديده هي الاولى نوصل الفكره ديالي. وشحال من حاجه عندي مشاريع عملاقه هنا مدينه جديده، وحاربوني ناس مسؤولين كما كتشوفوا هنا. الادله كلشي بالادله، ما كان كلشي بالدليل. ها هما الادله سيدي، المشاريع ديالي وري الناس سيدي شحال. كلشي ها البروجيات اللي تلغاو لينا، هانت القهوه اللي تحبست لينا على العمل اللي ما عرفناش علاش قبل هذا الكونفينمون. حنا كنلقاو صعوبات، وانا واقف مع خويا سيمو ان شاء الله حتى يلقى الداد ديالو، بوجود شوف تي في، بوجود هذه الصحافه النزيهه، راه حقك كاين، حقك كاين. كما كتشوفوا انت القهوه ديالي انا ساده حاليا، ها هما وري الناس فين واقف. راه الطوموبيل مشات كاع حيده، ما عرفتش كنت كما كتشوف هز الشايفور، هز كما قلت لك اخويا يعني اعطاني الله واحد الثروه، وبغيت نبدا بمدينه جديده. دابا هاد الاشغال اللي موقفين مدينه جديده، انا دويت مع ناس مسؤولين، لا داعي لذكر اسمهم، واش قلت لهم؟ قلت لهم انا خلوني نخدم، خلوني نصلح الاغلاط، خلوني نقاد. شوف بلاتي غنقاطعك، هاد الناس راه مسؤولين. شوف المسؤولين عندنا، المسؤولين عندنا في هاد البلاد مسؤولين على الاسرات ديالهم فقط، كيخدموا الاسرات ديالهم وكيوقفوا مع الاسرات ديالهم فقط، ما مسؤولينش علينا احنا، مسؤولين على الاسر ديالهم كيوقفوا معاهم. كمل اخويا السين. كما قلت لك اخويا، انا وقفت مع ناس في الكونفينمون ليامات، كانت كورونا ديال بصح، وقفت معاهم حاليا وحاربت معاهم فقر، خدمت لهم ولادهم، خدمت لهم، قريت ولادهم، وقفت مع ناس كثيره. ها هو سولي عمرني بنت في شي حاجه ولا درت شي فيديو، وقف مع بزاف ولا درت شي فيديو قلت لهم انت شوفوا القفه، ليس هذا الشخص ولا درت معاهم شي قفه ولا شي حاجه، ما كيتجش على الشعب وما كيدوقش على الشعب. هذا الشخص حنا قلنا لهم اللي كاين الواقع، ما كنكذبوا ما كنافقوا ما والو، قلنا لهم اللي كاين. انا وقفت مع ناس كثيره، وها هما الناس ديال الحومه ديالي كاملين فين كتكون هنا كاملين، سولهم. خليت الفيلا ديالي في مراكش وجيت للجديده، علاش؟ باش نعيش مع ولاد الشعب، انا مع ولاد الشعب. خليت الريزيدونس على قدام الزوده. شحال فيها شحال دايره مقطار فيها مقطار؟ 28000 ريال الليله، الا بغيتي تدخل، الا بغيتي غتدخل 28000 ريال الليله وسديتها، علاش؟ قلت نتضامن مع الاخوان المغاربه ومع الفقراء، وحنا مع الفقراء، علاش ما نوصلوش الفكره ديالنا؟ وعلاش ما نخلونيش انا؟ علاش حاربوني؟ دابا انا وليت كنلقى تهديدات على هذا الشيء، علاش درت انا قناه ديالي في يوتيوب ودرت الانستغرام باش نعرف. في الاسبوع الماضي تبعوه ناس بالسياره ديالهم باغيين يقلبوه في طريق الوالديه. شكون هاد الناس؟ السبب هاد السيد دخل واحد المشروع اللي تحارب، اللي كانوا رجال كبار في البلاد هنا بلا ما نسميه ولا داعي لذاك الاسم، هما بغاو يديروا هاد البروجي وبغاو يحرموه منه حيت هو شاب طموح. اول واحد دخل الشركه ديال السيارات في مدينه الجديده هو سيمو البرقادي، هو انا. ها هو السيارات الفخمه اللي عندي، ها هو صديقي من دويل تخيز اصاحبي، رانا هاد السيد كنعرفو، هاد السيد راه كنعرفو، هاد السيد انا راه خليت خدمتي، خليت روينتي في الباراغواي، خليت روينتي في الباراغواي وجيت باش نوقف معاه حيت شو مظلوم، حيت انا هذا الشخص مظلوم وعنده بزاف ديال الحوايج، جا كانت جايه خاويه وجيت فيها فهمتي، وبزاف ديال الحوايج وهما حاقرينو. اذا راه هذا الفيديو غيتبارطاجا والله ما يضيع لك حقك. الحمد لله، دلائل، كلشي بالدلائل، كلشي بالدلائل، كلشي بالدلائل، كلشي بالدلائل. البروجي ديالي هنا اللي درته في الجرف اللي غيدخل 60000 من مدينه الجديده، وانا حلفت لهم قلت لهم قدام هاد المشاهدين والله ما غيبقى شي واحد مريح، كلشي غيوقف، كلشي غيدخل يخدم، كلشي غيوقف، كلشي غيوقف، كلشي غيوقف، كلشي غيسكت ضحك ناس، كلشي غيوقف، كلشي غيخدم، كلشي باغي يخدم، كلشي 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 لان احنا خويا احنا ناس طموحين، حنايا ولاد الشعب، حنا بدينا من زيرو،
تخيل معايا من هنا 5 سنين رجعنا 5 سنين ما كان عندي والو. ها هو سولي منين بديت؟ بديت من الصفر. صفر يعني انسان طموح وخدمت عقلي. واحد القضيه عندي اجازه في الحقوق، عندي اجازه في الحقوق وعندي 4 اللغات ومقاول فرنسي ولونجلي في الجيب واسبانيوني وطاليني كنجونغلي بها. اسمعني سيمو باش تعرف بان احنا هاد الناس ولا الصديق ديالي ما ندويش على راسي بان عنده السلطه ديالو هنا في مدينه جديده. جيتي لقيتيني باركين في قهوه واخا الكونفينمون كراسه قهوه ديالو ساده دابا باركين ضاحكين باش ماشي حنت. شوف راه بزاف الناس خداو واحد النظره على شوف تيفي انها كتنشر غير التفاهه وداك الشيء. حنا هاد الناس الله يسهل عليهم، ولكن حنا هاد الشخص بصح محتاج المساعده، ماشي محتاج مساعده غير دوك الناس يرفعوا عليه يديهم. هما لا يمثلون انا في هاد المدينه فهمتي، ما كيمثلوناش. يخليو السيد يخدم اقسم بالله. شوف يعطيو للشباب دورتموند، يعطيو للشباب تخدم حتى الاخر وريو الدلائل. كما يا سيدي عندي افكار، الافكار كتضيع مني هكاك، افكار صارت تضيع مني هكاك. ما بغاش ياخذوا عليه، ما بغاش يحافظوا على الشباب المغربي، ما يحافظوش على الشاب طموح مدينه جديده. سيمو البرقادي سير يضيع هكاك، سير يضيع. ها هو سولي الثروه ديالي دابا انا حاليا دخلت في 25% من الثروه ديالي على قبل الفقراء. فرقت مع كامل على الفقراء. علاش؟ كاملين درت لهم بروجيات. اللي باغي يدير الحوت في رمضان درت ليه الحوت، اللي باغي يدير تريبورتور، اللي باغي يدير خديت الدراري كليو، خدينا الدراري هاي الطونوبيل، وريهم الطونوبيل ديال الاخرى اللي خديت. هاي ديال القهوه، هاي شوف العام والعصار ديال القهوه راه عندهم. شوف انت هو راه الدري راه هو الدرب وهو بدرايه بهذا الشيء كله اللي كيدور هنا. وتا هو مسكين لا ناس عارفيني. شوف عارفيني، شوف راه كيشوفوا ساكت عارفيني، شافوني شاف طموح، عرفوني عندي ثروه كبيره. دوك يحاربوني كيقولوا لي علاش انت هادي، علاش دابا انا مبغيش نرجع لبرا. كنت في السويد، ها هو سولي كان في السويد تما، كنت في السويد من قبل من 5 سنين درت الثروه ديالي تما، فهمتيني ولا لا؟ وهذا الشيء خاصنا نحافظوا على هذا الشيء يا صاحبي، وخلونا نخدموا البلاد، نحيدوا لهم الحفاري وهذا الشيء. هذاك الشيء الاعمال اللي واقفه دابا يعطوني انا البروجي نخدمه فابور من مالي الخاص. عيب عليا الا بقات شي حفره في جديده، عيب عليا الا بقات شي حفره. عطاك واحد دقيقه شعب تحيه الناس. شكرا هاي كتشكر فينا الناس، كلشي كيحماق علينا هنا. شوف اقسم بالله العظيم كون كان الشعب هنا في مدينة جديدة اللي كيحكم، اقسم بالله العظيم ثم اقسم بالله العظيم حتى يعطيونا حنا نحكموا مدينة جديدة. حنت الشباب باغي يحكم والشباب عنده ما يقول، عطيو الشباب يخدم. كما كتشوف واحد الانسان كان عاير واحد السيد عرفتي هذاك نيبال، السيد اخونا ديال قنيطره، السيد نيبال مسكين هذاك اللي كيدعي راسه انه كيقول لي مبادر هاري ولا مع شنو اللي كيطلع، ماشي البوكسور هاري بادر. هاري بادر تصور ومجوج بواحد عنده شعره بحال اندومي كيبدلها ليكوش ومجوج با او ميم طو. هاري بادر عنده فلجه، هو ولد اكادير لا يمثلنا، ما كيصومش. صور في 120 صباع عليك، نهضروا حنا مروونين دابا لابسين سبرديلات في اللايفات. صباح سكران هو في اللايف في السويت تما سكران. عير الدري سميتو نيبالا مسكين، عير نيبالا. قول لي باش وصفوا، قول لي باش وصفوا. شوف العنصريه، خص الملك يتدخل. وصفوا بقرد من قرده الكامرون الشمبانزي، وقال لي انت داير رياجور وراك سي تعقد 4 ايام منعش 4 ايام اصاحبي. ودابا انا المساعدة. شوف المساعدة. انا تكلفت لي دابا بذاك المرض النفسي ديالو. عطيه من نمره ماشي مشكل. انا تكلفت لي بالمرض النفسي ديال هاد نيبال مسكين 4 ايام ما خرجش، خلص لي 4 الحصص عند طبيب وصيفط ليه من مالي الخاص الحمد لله. لا خلي لا تعبئه وداك الشيء، صيفط لي باش يبدا المشروع ديالو باش يصلح الدار ديالو، حيت مسكين يلاه بدا يدير الرياجور وداك الشيء. ها هو سولي شحال خسرت عليه هاد الايام؟ 10 مليون و200 درهم البارح. 10 مليون اسيدي، اييه مليون والله الا سيدي مليون. شوف ولكن هذاك السيد يستاهل. علاش يستاهل؟ حقاش ما يعيروش هذاك الشيء بالفقر. ماشي يلاه خذ مشي للسويد والعباد، حتى انا كنعقل على هذاك هاري بادر كي كان كيخدم عندي، كان عنده حانوت، كان عنده حانوت تما. هاري بدر قبل ما يمشي يولي يدير لايف ويطلع 10000 راه كان عنده حانوت في اكادير ومسك عليه الله ولا يندغ المسكه تما في السويد. حنا ما حازينوش ولكن صوم وما تنساش راه كاين الله، الله كبير. شي مني اخويا سيمو البارح خليتي نيبالا خليتيه كيبكي، خلينا في اللايف كيبكي. جا عنده هشام الملولي وقال لي انا ناخذ لك حقك اجي نديروا فيديو في يوتيوب، اغمق عليه ودا لي فلوس وعاوتاني. كيستغلوه على حنت كلب، حنت نيبالا كلب وغتموت كلب، حنت كلب اللي كيجي كيستغلك صافي. يعني ما شوف كيستغلوه على الفقر ديالو، واخا هو كبير في اللاج، هو ما عرفش عنده 45 عام ياك ولا ما شحال عنده. 52 52 عام، يعني راجل بعقله مسكين وكيستغلوه بالفقر ديالو، كيعايروا كيقولوا لهم هذاك السيد راه فقير وكذا. واش الفقر ولا عيب؟ راه حنا كنا فقراء، راه ماشي جينا درنا هذا الشيء، راه ماشي ساهل هذا الشيء. الثروه راه ماشي من والو، راه هنا خاسر هنا 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 شي هنا خاسر 100 مليون، 100 مليون على الجرده ديالي. هاي حيد وريهم 100 مليون. شوف باش نشوف هذا، شوف غير باش نشوف هذا الشيء سيدي، راه 100 مليون. ها باش نشوف هذا الشيء 100 مليون كما كتشوف اسيدي. ها باش نتقابلوا مع البحر وهادشي، ها موجود قهاوي سادم ما بغيتش نبين. شوف غير باش حنا ما نصبقوش الاحداث. قرب لي السيمو الميكرو. هاد البروجي ديال صديقي السيمو شحال غيدخل من واحد من هاد الورقه لا متبين الشركه، متبين الشركه دابا ما بينوش كلشي. شوف متبينش، خلي الادله هاد الورقه. هو الدري تا هو راه شاهد معنا، كان واقف معنا الصباح.
هاد الورقه ديال البابور ديال الصنادل داخل من سبليون ديال هاد السيد غيتفرق على الفقراء كامل صيف دابا غيتفرق على الفقراء هاد الورقه هذه الاولى هذه الاولى داخلين والله يسهل على الجميع هو ما بغاش يقولها قلتها انا واحد البروجي ديالي في الجرف ان شاء الله شوف البروجي ديال ما غاديش نشوف حنا كنديروا الخير دائما من زمان كنديروا الخير دائما ما عمرنا قلنا لشي واحد صراحه ما كنخدموا في الصمت حنا وقفنا مع ناس في كورونا ناس كان كيعانيوا ها الملفات عندنا ادله حنا ما كنهضروش عن فراغ اسي ما كنهضروش عن فراغ انا ما عمري خرج شي تصريح ولا درت شي فيديو ولا درت شي انا درت قناه ودرت الانستغرام علاش باغي نوصل الافكار ديالي حيت الافكار ديالي كطيح مني كتضيع مني شفروا لي كامل كاع البروجي ديالي الدولي دابا شي 25% قول لهم على 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 النظره ديالك المستقبليه الماضي القريب المدينه الجديده فين كتشوف اول حاجه خاصني بعد الخروج من واحد القوقعه علاش شنو هي هي التهديدات والناس مسؤولين هنا دي جديده ما بغوش يخلوني نخدم ما بغوش يخلوني الشباب ما بغوش نخلونا نخدموا الشباب ونحاربوا الفقر وبغينا ننشروا الحب وننشروا السلام مهمتي حنا من الناس اللي باغيين الناس نوصلوا جديده انا حالف ما يبقى حتى واحد في جديده مريح كلشي غيوقف كلشي غيخدم كلشي غادي يدير لاباس كلشي غيدير دار كلشي غيدير المستقبل ديالو الا كنا خليتونا نخدموا خليونا نخدموا عرفتي شحال من ملف انا حاط دابا انا في البلديه وحاط في راه ما بغاوش ما كيستقبلونا علاش كيقولوا صاحب ثروه كبيره حنت بصح هادشي خاصنا نهضروا عليه هادشي ديال اللي كيطرا في المدينه وهادشي بصح خاصنا نهضروا عليه حنت ضرينا بزاف حنا الشباب ديال المنطقه ديال المدينه الجديده ضرينا بزاف خير ودليل الصديق ديالي اللي حرموا بزاف ديال الحوايج ديالو شفر ليه جوا السفر ديالو فلوسنا ولينا نتبهدلو عمرك شوف فلوسنا ولينا نتبهدلو حنا كندور مع ولاد الشعب على رجلينا كنخليو الطوموبيلات ديالنا الفخمه وهو داك الشيء كحلاو الشمس ما انت وحنا واقفين معكم الشمس واخا تخيل معايا دابا في امكاني نبقى عايش برا في السويد ياك وندوز تما رمضان وندوز هادو ولكن انا من الناس اللي كتضربهم النفس على الفقر ما بغيش ولاد البلاد ديالي سيرتو الحي اللي كنسكن فيه حي المنار والنرجيس كيبقاو فيا الفقراء ولكن الحمد لله جابني الله عليهم كون ما وقفش معاهم دابا في هذا الرمضان وفي هذا الكونفينمون فين غيولوا شحال من عائلات تشردوا كنخلص كراد راه عارف تاهو عارف واحد الدري هو عارف تاهو يا مسكين عارف الظروف عارف الظروف ديال الدراري اللي كان هنا كنا كنكذبوا هذا يجي يمسخنا هو الاول ها هو والله العظيم كنا كنقول كذوب والله العظيم كنكذبوا هذا مول القهوه اللي مكبر بينا صاحبنا بلا ما نسميوه تاهو قهوه مورين هي القهوه كبيره لا داك داخل معايا في اسهم هذاك داخل معايا في اسهم داخل معايا في 25% انا مخليه فهمتي حنا كنهضروا عارفين عندنا قيمه وما ساهلاش شوف ماشي ساهل هذه القضيه دابا حنايا كيشوفوا الشباب كيضيع دابا هكا 30 عام عنده بروجيات كبار في المدينه باغي يخدمهم باغي يحيد الفقر من مدينه جديده باغي ينشر الحب باغي ينشر السلام باغي يخدم كل شيء باغي يقاد لكم الطرقان انا بغيت نقاد لي من جديده كامله تولي بحال هكا كامله شوف الا تعطاني الا خلوني نخدم من مالي الخاص ما باغي شوف ما باغي انا لا انتمي الى اي حزب سياسي او ديني اشهد لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صافي تحت السيطره انت يخلوني نخدم جديده كامله غتولي هكا هكا من مالي الخاص شوف اقسم بالله الا من مالي الخاص غادي نفق على هادشي شوف بزاف الناس غيصاحبوا بان هاد السيمو بكثره ديال التفاهات وهادشي الاولى في المغرب غيصاحبوا هادشي حتى هو تفاهه ولا اله الا الله هادشي اللي غنقول لا اله الا الله حنا تيقوا فينا حنا كشباب ولا اله الا الله كمل لي حنا شوف حنا شباب عندنا افكار عندنا بروجيات عندنا بزاف الحوايج باغي نخدموا لكم البلاد باغي نزيدوا بكم قدام ولكن اعطونا فرص ولكن ما تبقاوش يا اخوان توقفوا لنا في الطريق كنوصل الرساله ديال بارطاجيو باش توصل المسؤولين الكبار ديال المدينه الجديده لانني تعرضت بزاف الحوايج خايبين تهديدات الطوموبيل ديالي كانت تقلب بيا في طريق الوالديه ما هي مره جديده كيتبعوني عصابات بالكاكولات وكنتمنى من هاد الناس المسؤولين ديال الجديده حطونا في المكانه ديالنا وما ديروش لينا كما كيدير المدرب ديال تشيلسي الجياش كيدخلوا حتى الاخر وماتش مزير عطيونا وقتنا وعطيونا داك الشيء اللي كنفهموا فيه حنا والله تنعجبوكم هذا الشيء اللي بغينا نوصلوا ليه حنا الشباب ديالنا ساري ضيعوا كاك اصاحبي ساري ضيعوا كاك دابا واش هل يرضيكم سكان المدينه الجديده هذا الشيء اللي كيوقع في جديده وهذا الحفار اللي كنعيشوا فيه وهذا الطرقان وبناء اولادكم خدامين وكل شيء عطوني فرصه سيدي عطوني فرصه خليني نخدم لكم الشباب ديالكم ما نخليش الفقر في جديده غنبدا بالمدينه الجديده الاولى ومن بعد غندوز المدن غندوز كازا وغنبقى غادي مدن الا تعطاتني فرصه من مالي الخاص حنا هذا الشيء انطاكي على صاحبي باش ما يدبرش عليها حنا ماشي كنهاجموا الملك داير خدمته ولكن اللي دايرين به هو اللي ما خدامينش اللي كيحقرونا بحال دابا البوليسي اقسم لكم بربي الكعبه ورمضان دابا وانا مع الصديق ديالي سيمو ها هو صاحبي البارح اخويا غندي واحد المراه غنديها حامله غنديها للسبيطار نتحكم مع 11 لاروب ديال الليل حامله كلشي عند فمها غنخرج الطوموبيل ديال الواليد قول لهم بعدا اش حامله افكار طيبه ولا حامله دري والشعب جديد جاي غادي
توقفني بوليسي قال لي الورقه. قلت لي خويا قلت لي انا راه كتنعس المراه راه حامله راه غادي بها السبيطار. بدا يتهز عليا وهو يقول لي توجك بحال الديب. واش هادشي يرضي العون القضائي ويرضي الملك باش نتهان انا هكا؟ واش يرضي بنادم هذا؟ قال لي تعرضوا للتشويه. لا يعقل لا يعقل. شحال من واحد كان خاصو عمليه ديال القلب؟ شحال من واحد خاصو عمليه ديال شحال من حاجه؟ شحال وقفنا مع الناس؟ شحال وقفنا مع الناس؟ وقفنا مع مخروب وخ... شوف بزاف ديال الناس وقفنا معنا. شوف في الخفاء وفي الصمت وما بناش في الشاشه. عمرنا درنا شي فيديو ولا درنا شي تصاور كما كيلوحوا هذاك اللي كيلوحوا الناس اللي كيجيبوا القفه في رمضان كيبدا يقول لهم ها حنا عطينا ولا حنا. انا ما كنعطيش قفه، كنعطي الفلوس صحيحه. او سولي الناس خلص لهم كراوات، خلص لهم شريت الناس ديور، الناس وقفت الناس، خدمت لهم ولادهم، درت لهم بروجيات، الناس شرينا لهم طوموبيلات فين يبداو يبيعوا ويشريوا بيكوبات. وواحد النقطه اخرى اخويا سيمو، تفضل انا هذا الصديق ديالي كون بغيتو يدير البوز انا ماشي على هذا. لا بلاتي انا نوضح لك، عندنا الفلوس اسمعني كون بغيتو. شوف كون بغيتو يدير البوز باش تقولوا حنا راه كندويو فراغ، حنا كندويو من صح. وكون بغيتو يدير البوز غنعيطوا للشيف تيفي ونتحداو هشام من الاولى، ولكن حنا كبار على هادشي. حنا باغي ندوي في المعقول. حنا شوف حنا ما غنتحداو. اسمعني حنا ما وقفت معاه في رمضان، وقفت معاه صيفط لي وها هو اللي كان يقولها قدام هاد المشاهدين. نقول واحد الكلمه حنا ما كنديروش داك الشيء ديال المضاربه وداك الشيء، خاص يتعاد فيه النظر حيت بزاف د الحوايج خرجوا على السيطره في هاد البلاد. هو ماشي ريادي باش نتحداو. جوج كومبات طاح فيهم بجوج كاو، هل هذا ريادي؟ حكم تاسي الخصم، واش هذا ريادي؟ هذا بطل. كما قلت لكم هذا الملولي اللي دوا فكرني فيه مزيان، ملي فكرني فيه في البدايه ديال رمضان كان عيط ليا واتصل بيا وقال لي الله يجازيك بخير عندي واحد المشكل وكذا وكذا، باغي ندفع في واحد السياره مرسيدس اللي خدها راه خلص عليه. لا ما تذكر السميه، لا ما نذكر السميه. المهم راه صيفط لي 20 مليون ولا كذبني وقول لي واجهني، قول لي واجهني وقول لي هذه الهضره واش كاين ولا ما كايناش. وقفت معاك الملولي حتى درتي وقفت على رجليك وما تنساش الخير. وما جبدوش ما جبدوش، انا صدمني انا ما جبدوش. سول هذا السيد ما جبدوش، صيفط لي الفلوس قدامي ولكن ما جبدوش. هذا ما بغاش يجبدو، هذا حسابه في راسه. نجيب لكم الدليل، عندنا الدليل بانني صيفطت لهشام الملولي 20 مليون باش يشري الطوموبيل، باش يدفع في الطوموبيل، باش يقولوا واحد القضيه. هو ولا نزار ولعيبات، وقف مع نزار، وقف مع نادا، وقف مع ناس، وقف معهم في الصمت وفي خفاء، وما عمرني بيت في الشاشه. ما كنصيفط من مالي الخاص، مالي الخاص عباد الله. انا ما عندي تربح في هذه القضيه. انا بروجيات اللي ديال الحمد لله الله مسهل لي، عندي الثروه، عندي كل شيء، ومازال صغير. وحجيت 2012 حجيت، وهمت حجيت انا 2000 مرات، حجيت جوج مرات 2012 2013 على التوالي كنديها كنحج. الحمد لله درنا العمره، كنت كندوز رمضان في العمره، ما عمري دوزتو هنايا. ولكن انا بزاف اصاحبي عينا مسكتو اصاحبي، راه ما بغيناش اصاحبي. ترى البارح مشيت عند المرافق ولقيتو غيطردك، لقيتو داير بزاف عشا خويا. عانيت كثير. شوف والله يا خويا تسطاو لي صاحبي. البارح لقيتو عرقان في دارو بوحدو غيتسطى، مالك هاد الناس ما خلاونيش نخدم. شوف ما عطيو بيرو اصاحبي في العماله ولا عطيو، خلي الدري يخدم اصاحبي، خليه يجبد لي من الوراقه اصاحبي. انت بقاو معايا. هاد البروجي بعدا هاد البروجي خدم 6000 واحد، 6000 واحد بجد. خدم 6000 واحد، هذا بروجي، هذا الاول، هذا البروجي الاول. كنهضروا الادله، داكشي على الاوراق. شوف كنهضروا بالادله. شوف وما كنتمناوش شي مسؤول يجي يبعثر لنا الاوراق ديالنا، حنا خدامين دابا. الثاني هاو الثاني ما بغاش يسيني ليا فيه، سيني ليا فيه في البلديه. علاش؟ حيت قال لك غتخدم لنا بزاف الشباب، فهمت؟ هما باغيين الفقر، هما ما بغيش يخدموا بنادم. واحد النقطة ما كانش باغي يقولها اخويا، واحد النقطة ما كانش باغي يقولها. هذا السيد والبارح تعرض للعنف، ضربوا موظف في العماله وما بغاش يجاوبوا. هو سولو كان بامكاني نضربو. بامكانه يتفاداه وما تفاداش. ما بغاش نضربو السيد الاخر، كان بامكاني. شوف كون بغيت نضربو ما نخسر عليه والو. كاينين الناس كيخدموا معانا نصيفطهم ليه جوج ثلاثه ما يفضيو، ولكن حنا ما بغيناش نديروا ليه هاد اللقطه. نديروا حنا ما نهبطوش المستوى ديالنا الهزيل ديال هبطوا عنده الارض. هو هزيل كانوا لابس قميجه وكان لا. شوف حنا شوف والله شوف والله العلي العظيم يعطونا فرصه حنا الشباب مدينة جديدة ومغاربة أحرار وكنحبوا بلادنا ونحبوا مالكنا. بغيتوا تعطونا فرصة فين نخدموا؟ قسما بالله ما يبقى فقير، كل شيء غادي ما يبقى حتى واحد مريح. ادونا فرصة، ادونا فرصة بقى، اعطينا فرصة. انتم هاد البلاد شادين حياتكم كاملة، اعطيونا احنا فرصة. بركة سكتونا بركة سكتونا، قولوا لنا راكم ما في يدكمش، سكتونا اعطيونا فرصة. كما قال لك الصديق ديالي قال إيليا الزبل مالكي، قال واحد الكلمة زوينة، قال لك سكتونا اعطيونا فرصة. والله حتى غنبينوا لكم أن احنا عندنا بروجيات وعندنا هذا، غنخدموا الشباب مغاربة وغنبداو مدينة جديدة هي الأولى، ونصلحوا الأغلاط اللي داروها مسؤولين كبار. ودابا ولينا كنعيشوا احنا في خطر. دابا انا وليت دابا اسيدي درت باب ديال الحديد البارح، ما كاش داير باب ديال الحديد، درت باب ديال الحديد. علاش؟ باش وليت التهديدات والرم بالحجاره وكنكون غاني بالسياره ديالي الفخمه اللي من نوع رونج روفر، كنتعرض للاغتيالات، كنتعرض عليك بزاف
كيجي على هاد السيد الليمون ها هو بزاف اصاحبي بزاف يعني حنا كنعانيو حنا ولينا كنعانيو صم لهذا اضطريت باش ندير قناه ديالي في يوتيوب وندير الانستغرام اللي هو سيمو البرقادي على اساس باش نوصل الافكار ديالي ونطيح الافكار ديالي كضيع مني اربعه اللغات يا عباد الله فرونسي ولونجلي في جيب وسبانيا وايطاليا كنجونغلي بهم انا عايش في السويد عايش في السويد عما يناهز ما 10 سنوات وانا في السويد والفقر اللي دوزته انا ما دوزته واحد ولكن معمرني عرفت واحد ولا شي حاجه الثروه ديالي ملي درتها دابا وكنعاير الفقر بحال هذاك بدر هاري بدر كيعرف هذا السيد نيبال وكيقول لي انت فقير وانت ساكن غير في دار وهذه وهو هذا بدر كيسكر كيشرف في رمضان وفي شعبان وعدو في الجاي يدوز منها طوبيس وشعرو بحال اندومي راه شوف واحد النقطه هذا هاري بدر راه مخطط ماسوني بين قوسين وراه ولا جايب مع ولادو دايرين الفوضى ناس كيتانسبيراو منه سمعني ناس مشى في كونتونير سمعني ناس كيتانسبيراو منه تما ولاو دابا كيشحطوا رمضان قسما بالله العظيم انسبيرا ناس داروا ولادو داروا الفوضى ماسوني كمل حنا ماشي كنتهموا حنا كنشوف حنا كنوجهوا حنا ما كنتهموش حنا كنوجهوا رساله للشباب حنا كنوجهوا رساله للشباب ما بقاش يتبعوا بحال التفاهات ديال بدر هاري بدر وهذا الشيء دخلوا عند نيبال مسكين تعاونوا معاه والشعب مسكين عطيهم النمره ديالو داك السيد قول لنا بلاتي حنا غنعطيكم النمره ديال هذا اللي بغى شي معاونه مسكين فقير انا صيفط ليه لا والله حنا دابا في هذا الشهر رمضان باش نديروا هذا الخير اللي باغي يتعاون مع هذا السيد راه زحف عنده دور شوف ولا لا يلاه عايش مسكين غير في السطح بحال مولا عبد الله الشمس كيتنعس كينعس في الشمس ديما طالع عليه مكرفص زحف عنده رجله مكرفص ومطلق دابا النفقه اللي بغى يتعاون معاه النمره ديالو عطيه قول لي النمره ديالو انا غنملي على المشاهدين الكرام هذا السيد اللي بغى يتصل به راه في قنيطره مدينه قنيطره مسكين عنده شي 52 سنه ومريض بالسكر كيدير الانسولين اخويا راه مقطوع على رجل ومريض بالكبده قريب غيكتشف انا عقت عليه من اللون وعقت به قريب عطيه النمره ديالو تنصوني ولي دابا حنا يدوز مع جوف تيفي مرحبا سوني لي هو غي سوني لي غي يعاود لكم حتى القصه ديالو على المباشر حنا خوتي راه ما كنكذبوا عليكم قريب يكتشف في الكبده سمعوا لي راك تنضحك عافيه لاجل قوت لهم كتضحك على قوت لهم كتضحك حنا ماشي بحال عبدو حبشي لي مشى للانجليز ونسى الاصدقاء ديالو ونسى باش نتهموا واحد صديق دخلنا عليك بالله نيبال ما عندوش الزهر شوف انا احنا كما كنعرفوا الشعب المغربي بصفه عامه فيه واحد النفس احنا كاولاد البلاد صونيو عليه مسكين باش كنشوفوا بهذا الشيء ديال التواصل الاجتماعي ولاد المدن الكبار ولاد فاس كيكبروا بعضياتهم كيطلعوا بعضياتهم اولا ولاد مراكش كيطلعوا بعضياتهم ولاد جديده واحد الشهر فينا احنا صاحبنا كان كيطلب هذا باش يجيبو يشوفني ها هو يقول لي دابا عزك الله ها هو دابا يقول لي الناس شوف الناس من بعد خونا مني تشهر مني تشهر عمره ما بارطاجا في ستوري عمره ما دوى علينا عمره ما جبدنا احنا كنصونيو على نيبال وما كيجيبوش ناعس ما كينعسش كما كتشوف معنا المشاهد بلاتي نعطيو النمره ها لا بلاتي هو الو خويا ها هو نيبال صوت ثقيله نيبال حتى ساكن في الصح نيبالا حتى انا في شوف تيفي دابا ودير مضادر ها هو مسكين مريض سمع اتصلت لي نيبالا قول لي ماك المشكل ديالك مع هاري بدر باش عايرك سب لي بالفقر ديالي وشبه فيا بدا كيعيرني بالفقر ديالي واربع ايام من عسي سمعني نيبالا سمعني انت فقير سير تكمش علاش كدير اللايفات سير خدم دوي معاهم سي نيبالا دابا اش باغي توصل الرساله ديالك المغاربه راه غنعطيهم النمره ديالك باش يتعاونوا معاك في هذا رمضان راه عاودت لهم القصه ديالك كيفاش تندير وهذه وفاش كتعيش وكل شيء واني بالا دير دادا في الدار السطح دير دادا طلع لنا الكلمه الاخيره سيدي اللي بغيت نوصل للناس سكان الجديده ومدينه الجديده بالضبط وبغيت نوصلها للمسؤولين الكبار انهم ياخذوا بعين الاعتبار وهم يقراوا لي الملف ديالي ويعطوا لي البروجيات ديالي ما يخلونيش واقف هكاك ملف مورا ملف شوف الملف رقم 13 في العماله قراوه الملف رقم 13 للسيمو البرقادي مدينه الجديده وبالضبط بحي المنار اللي بغي يعرفني يجي عند النرجس او حي المنار يسول على السيمو البرقادي ولا يدخل القناه عندي ولا الانستغرام ديالي اذا السيمو برقادي ولا سيمو برقادي .351 دخلوا عندي انا نصيفطكم الياس مالكي انا نصيفطكم صافي هو ينعت لكم حتى الدار وينعت لكم كل شيء وراه عرف كل شيء واللي بغى الانسان اللي بغى شي معاونه او غي يحارب الفقر ولا باغي شي حاجه يتصل بيا وعيب عليا الا ما رديتوش نعطيهم النمره ديالي ولا نعطيهم النمره الثانيه ديالي ولا بلاش لا لوح لي مع النمره يصدعوك عطيهم غير الانستغرام ويوتيوب تي انستغرام مهم سيمو البرقادي دخلوا بحثوا عليا سيمو البرقادي او الياس المالكي ومرحبا بكم وما تنساوش ان شاء الله تشوفوا بعين الاعتبار في هذاك السيد نيبال مسكين راه كيعاني في الصم
فهمتش راه مريض مريض مسكين السكر مريض مسكين السكر اسمع مريض السكر مسكين وكيدير له انسولين مقطوع عليه رجل وساكن غير سطح مسكين منو الشمس منو الله قريب دعوته قريبه شي والدي والله ما عاقل عنده 52 عام اش غيعقلوا عليه صاحبي 52 عام مسكين كيدير لايفات باغي يدبر على راسو مسكين مقود عليه وكيبقى يعيروا فيه وجه هاري بادر عاد عايش في السويد قصيور داتو امراه انا اللي عارف القصه ديالو داتو قاوريه عندها 80 عام يبدل لها ليكو سميتها جاكلين عقلتي لا كيبدل لها ليكوش اصاحبي جاكلين لا ماشي حنا ما كنسميوش حنا ما كنسميوش ما كنعموش حنا داوين عليه هو لا اصلا هو بعدا هو اصلا بعدا هنا الا دخل المغرب غادي تشد لحقاش عندو بزاف الدواسه هنا في المغرب واش تشدوها هادو بعدا ليه وكيعير المغرب شوف كيعير المغرب شوف شوف خديتينا في واحد الاطار اللي هو بعيد يتشدو غير هادو اللي في المغرب بعدا اللي منوضين لنا الفوضى هادو اللي كيتضاربوا في الشوارع يتشدو غير هادو مابقيتش غندوي بزاف وبركه من التحديات قناه تونسيه امشي عند شي قناه تونسيه المشاهدين اول حاجه كنقول لهم رمضان مبارك سعيد على جميع الامه الاسلاميه وعلى المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن الا هذاك هاري بادر كنقول ليه سنه تعيسه ان شاء الله غتعيشه كامله شوف وتحياتي لخويا طارق في اللوجه من ايطاليا وطارق وسيمو تي جي في وسيمو تحيه وديديكاس للناس النرجس والناس الجديده والناس الحي المنار وجديده وقصر الاحمر وكنشكركم بزاف وعطونا فرصه راه حنا غادي نخدموا البلاد وغادي نزيدوا بالقدام وشكرا بزاف ديروا الثقه فيا الملفات عندنا وحنا بادله وشكرا شكرا سلامتك اخويا على سلامتك اخويا الحمد لله حوار كان شيق.